من ضمن متابعينا الأنشطة تلقي المسرحيات العربية المشاركة في المواسم إقبالا كبيرا من الجمهور لهذا النوع من الترفيه، حيث شهد المسرح العربي بمدينة جدة منذ بداية الموسم عددا من المسرحيات بمشاركة كبار الفنانين. زميلتنا آية سحرتي أعدت لنا هذا التقرير، نتابع معكم ونرجع. مع احترامي اللي بيسرق قلوب حرامي. ضمن فعاليات موسم جدة 2024 انطلقت مسرحية تطبق الشروط والأحكام في موسمها الثاني على خشبة المسرح العربي في جدة بمنطقة السيتي ووك. المسرحية من بطولة الفنان أكرم حسني والفنانة أسير عمران والفنان بيومي فؤاد وعدد كبير من الفنانين المشاركين. طبق شروط الأحكام من المسرحيات القريبة جداً لقلبي، ودي يمكن المسرحية الثالثة ليا في المواسم السعودية، واللي بتشرف أن أنا طول الوقت موجود معاكم، وبشكر هيئة الترفيه، بشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه الدائم، وأن احنا طول الوقت متواجدين تقريباً طول السنة سواء كان في المواسم موسم الرياض أو في جولة المملكة، بيدلنا ده يعني فرصة أكبر نتواصل مع جمهور اللي بيحبنا وبنحبه. أنا ليا دورين في المسرحية، دور في الفصل الأول ودور في الفصل الثاني مختلف، هما أخين المفروض توأم يعني، بس واحد راجل كويس سلوكه كويس، واحد تاني كان مجرم وبعدين اعتزل الإجرام لأنه كبر وكده يعني، وفي مشكلة بتدور ما بينهم الاثنين على ورث أو كنز عندهم يعني، من هنا بتأتي المواقف المضحكة ما بين الاثنين. دوري في شخصيتين يعني، الدور يتحول من الفصل الأول إلى بنت والد صاحب المطعم، مالك هذا المطعم اللي قاعدين تشوفوه، في غاية في بالها معينة حابة ترتبط بشخص معين، بس عشان تقدر ترتبط فيه في شيء في الفصل الثاني لازم يتم، فرح تتحول الشخصية إلى شاب مصري، بس شاب اللي هو طالع من القرى المصرية. فكرة بسيطة ولذيذة جدا، حد نفسه بيحب واحدة نفسه يتجوزها وباباها بيحط شرط ايه المفروض المصاب عشان يحققه، فبندخل في ميشن عشان الراجل ده يتجوز حبيبته يعني، باختصارا يعني. حبي مع احترامي اللي بيسرق قلوب حرامي. وانت جمهور قد ايه مضياف، قد ايه جميل، قد ايه لطيف، قد ايه الاستقبال حار جدا، فالحمد لله اتمنى ان النعمه تدوم الحمد لله الرابين يا رب. احنا بنتفاجئ كل مره بان الحاجه اللي احنا متوقعينه يضحك قد كده يضحك قد كده. كان عندنا تعطش يعني، احنا عندنا غرام في السينما، للسينما للمسرح، كنا دائما من الجماهير يتذكر في كل انحاء الوطن العربي لما يصير في حفلات موسيقيه او لما يصير في مسرح او لما يصير في اطلاق افلام جديده. تسرق قلوب من غير ما بادئ واللي بادئ يكذب. لقناه السعوديه آية سحرتي.